ألو بركاته، اليوم جايك حلقة جديدة. في هذه الحلقة حقول لكم كيف أسوي الفيديوهات حقت الرسم من هذا. أوكي هنا دحين كل رسومات الرسمات تقريبا كلها مسحتها، بس مثلا جاي هذه اللي انا دحين رسمت هذا بشوي، شفته كذا هو يجي، بس نضغطه على هذا هذا هنا كات زين، حيجيكم هنا على هذا زين، تلاقى الرسمة اوكي. اديكم تبقوها هذا زي ما تشوفون على اخر شيء، وهذا محطة في هذا المقطع. بعدين نضغط الغاء، بعدين حفظ، لازم نحفظ شيء اساسي. هنا تزيد هذا، بعدين تضغط على فيديو، بعدين تضغط اي ثواني من هذه الثواني، بس انا حختار 60 أو 30. هذا ما حيسوي لنا شيء، حط اوكي كده. نستناه هنا يحلل، انا حرجع لكم بعد ما يحلل. بعد ما يتحمل اضغط على علامة التنزيل، بعد ما تضغط عليه حط العنوان، حطه يعني انا هنا ما اعرف ليش يجي يشوفه عند النهاية كده. ما تتكمل الصورة هنا، بعد كده الصورة الحقيقية حقتها هاي. اوكي كذا تحمل الفيديو، و عرفت اللعبة هذي، ورجع رسمها من جوه تحت في الوصف. إذا ما قدرتوا تحملوا اسكت، إذا ما قدرتوا تحملوه هتصير حزينة. مع السلامة.